السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم التفاعلات الموجية للصف 11 من منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2012-2013. مؤشرات الأداء هي النقاط الأساسية التي على الطالب الانتباه إليها أثناء دراسة هذه الوحدة. عنوان الفقرة هذه هي انعكاس الموجات. لدينا حبل مشدود بشكل أو يشكل طرفه حلقة لا احتكاكية حول حاجز ثابت، أي أن الحلقة هذه تستطيع الحركة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: ماذا يحدث للموجة عندما تصطدم بحاجز أو تصل إلى نهاية الوسط الذي تعبره؟ لنحدث نبضة في الحبل، تهتز كل نقطة من الحبل إلى أعلى وإلى أسفل مرة واحدة، لأننا أحدثنا نبضة في الحبل. هذه هي النبضة في الحبل، ومنسميها النبضة الساقطة. فتهتز الحلقة عندما يصل الاهتزاز إلى الحلقة، فتهتز الحلقة إلى أعلى وإلى أسفل وتعود إلى موقعها الأصلي. هنا تهتز الحلقة إلى أعلى، هنا تعود الحلقة إلى أسفل. ما الذي ينتج من ذلك؟ حركة الحلقة تشبه الحركة التي ولدت النبضة في البداية. إذن حركة الحلقة إلى أعلى ثم إلى أسفل تولد نبضة جديدة مماثلة للنبضة الأولى باتجاه اليسار في الحبل، فلذلك تتكون هذه النبضة، وهذه بنسميها النبضة المنعكسة. ماذا نقصد بانعكاس الموجات؟ هو ارتداد الموجات في الوسط نفسه عند اصطدامها بحاجز. لدينا هنا حبل ثبت طرفه بحاجز، أي الحبل ثابت في هذا المكان. عندما نحدث في الحبل نبضة، النبضة تجعل جزيئات الحبل تتحرك إلى أعلى وإلى أسفل. عندما تصل هذه النبضة إلى الحاجز، يطبق الحبل على الحاجز قوة إلى أعلى وإلى أسفل. حسب قانون نيوتن الثالث لكل فعل رد فعل يساوي في المقدار ويعاكسه في الاتجاه، فإن الحاجز يطبق على الحبل قوة رد فعل مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه. لذلك ينشأ في الحبل نبضة مقلوبة تنتشر إلى اليمين مثل ما هذا الشكل، ومنسميها النبضة المنعكسة. النبضة المنعكسة منلخص الفقرتين السابقتين بنتيجة واحد ونتيجة اثنين. النتيجة الأولى تنعكس الموجة كما هي متى؟ عند اصطدامها بحاجز طرفه حر الحركة. تنعكس الموجة كما هي، يعني إذا كانت قمة ترتد قمة، وإذا كانت قاع تنعكس قاع أو ترتد قاع. النتيجة الثانية تنعكس الموجة مقلوبة إذا كانت نهاية الوسط مثبتة، يعني إذا كانت الموجة الساقطة قاع سترتد قمة، وإذا كانت الموجة الساقطة قمة فسترتد قاع. سؤال: سرعة الموجة المنعكسة وترددها تساوي سرعة وتردد الموجة الساقطة، لماذا؟ لأن الوسط هو نفسه، إذن السرعة ستبقى ثابتة، ومصدر الاهتزاز هو نفسه، إذن التردد سيبقى ثابت، وتبقى أيضا طاقة الموجة المنعكسة ثابتة لأن اعتبرنا الحاجز مرن. الفقرة الثانية عنوانها التداخل الموجي. تداخل الموجات هو عبارة عن التقاء موجتين أو أكثر في المكان نفسه وفي الوقت نفسه. لدينا الشكل الأول، الشكل ألف يحوي نبضة رقم واحد سعتها موجب 5، ونبضة رقم 2 سعتها موجب 3.
النبضة الأولى تتحرك باتجاه اليمين والنبضة رقم 2 تتحرك باتجاه اليسار. نجي للرسم باء، عندما تتلاقى النبضتان مع بعضهما البعض تقوي كل منهما الأخرى، فيظهر لدينا شكل جيم. الشكل جيم هو ناتج عن تلاقي النبضتين في وقت ما، بحيث تكون سعة النبضة الجديدة هي جمع موجب 3 وموجب 5 بيكون موجب 8. هذا الالتقاء لحظي، هي لحظة التلاقي. بعد ذلك تتابع كل من النبضتين طريقها، هذه النبضة 1 وهذه النبضة 2، رسمتها بشكل منقط. بعد ذلك لاحظ أن النبضة رقم 1 استمرت في طريقها في اتجاه اليمين، والنبضة رقم 2 استمرت في طريقها في اتجاه اليسار. ما حدث كان نتيجة ما يسمى مبدأ التراكب. عندما تلتقي موجتان أو أكثر عند نقطة في وسط واحد، فإن إزاحة جسيمات الوسط تساوي مجموع إزاحات الجسيمات الناتجة عن كل موجة على حدة. هذا اسمه مبدأ التراكم. واللي صار عندنا هنا بالنسبة للنبضتين 1 و2 بنسميه التداخل البناء، لأن النبضة رقم 1 والنبضة رقم 2 قوت كل منهما الأخرى. هو التداخل الناتج عن موجتين تزيحان نقاط الوسط بالاتجاه نفسه، أي عندما تلتقي قمة مع قمة تقوي كل منهما الأخرى، أو عند التقاء قاع مع قاع كل منهما يقوي الآخر. عندنا نوع ثاني من التداخل اسمه التداخل الهدام، هو التداخل الناتج من موجتين تزيحان نقاط الوسط في اتجاهين متعاكسين. البناء تزيحان نقاط الوسط بالاتجاه نفسه. بنشوف هذا الرسم، لدينا هنا النبضة رقم 1 والتي سعتها موجب 5، والنبضة الأخرى هذه سعتها سالب 2 لأن في الاتجاه السالب. عندما تلتقيان مع بعضهما البعض، لاحظ هنا وهذه النبضة تشكلان هذه النبضة، هذه مكان النبضة الأولى والثانية، لكن النبضة المحصلة هي هذه، عبارة عن موجب 5 زائد سالب 2 بيساوي موجب 3. نجي لشكل دال، بعد ما تلتقيان وتقوي كل منهما الأخرى تتابع كل نبضة طريقها كما في الشكل الدال، فتصبح هاء، فتصبح النبضة 1 هنا والنبضة رقم 2 هنا، تتابع النبضة 1 يمين والنبضة 2 يسار. هذا النوع من التداخل بنسميه تداخل الهدام. لاحظ النبضتين في اتجاهين متعاكسين. مثال: ربط خيط من أحد طرفيه بحاجز ربطا محكما، وأرسلت نبضات سعة كل منها 15 متر فانعكست عند الحاجز وعادت في الخيط دون أن تغير سعتها. ما سعة اهتزاز النبضة الكلية التي تكون على الخيط لحظة تلاقي نبضتين إحداهما ساقطة والأخرى منعكسة ويحدث بينهما تداخل، وما نوع التداخل الحاصل؟ بما أن الخيط مربوط بإحكام بالحاجز، إذن النبضة سوف تنعكس مقلوبة وفق النتيجة اللي شرحناها سابقا. وعند تلاقي نبضتين إحداهما ساقطة والأخرى منعكسة، فلحظة التلاقي ستلاشي كل منهما الأخرى ويكون التداخل هدام. رقم 2 بيقول لك في السؤال 2، إذا كان في السؤال 1، إذا كان طرف الخيط عند الحاجز طليقا
هون محكما. فما سعة النبضة الناتجة لحظة التداخل وما نوع التداخل الحاصل؟ بما أن طرف الخيط عند الحاجز طليقا فإن النبضة سوف تنعكس كما هي النتيجة رقم واحد. وعندما تلتقي النبضة الساقطة مع النبضة المنعكسة ستقوي كل منهما الأخرى ويكون التداخل بناء لحظة التلاقي وتكون السعة مجموع السعتين 0.15 زائد 0.15 بطلع 30%. هنا لدينا نبضتان متساويتا السعة وإزاحتهما متعاكستين. الإزاحة الكلية ستكون صفر لأنه عندك هنا موجب 3 وهنا موجب سالب 3 مجموع صفر. نوع ثالث من التداخل بنسميه التداخل الهدام التام. هو تداخل هدام تكون فيه إزاحة جميع نقاط الوسط صفر جميع. كما نلاحظ في هذا التداخل هاي مصدرين، هنا تداخل بناء وهنا تداخل هدام. لاحظ نقاط التداخل الهدام واضحة جدا لأنه جميع النقاط محصلتها يعني تكون إزاحة جميع النقاط هنا صفر. عند تراكب موجتين أو أكثر تتكون مناطق للتداخل البناء وأخرى للتداخل الهدام كما يوضح هذا الشكل أو هذا الشكل. الخط الأحمر يمثل قمة والخط الأسود يمثل قاع. لدينا هنا موجات مستوية، هذه تمثل موجة مستوية تسقط حيث تدخل الموجات أو تخرج الموجات من هالفتحتين يحدث بينهما تداخل. لنلاحظ نقطة التلاقي هذه أحمر مع أحمر يعني تداخل بناء يعني قمة مع قمة. هنا خط أحمر مع خط أسود يعني قمة مع قاع يعني تداخل هدام. هنا أسود مع أسود يعني قاع مع قاع يعني تداخل بناء وهكذا. من هذا الدرس عليك بالنتيجتين اللي ذكرناهن مع التعريف تداخل بناء تعريف التداخل الهدام والرسم بيجيك رسم. يعني عندي أنا هالموجتين بده يحدث بينهما تداخل بدك أنت تعرف بدك أنت هذا ترسم. الطالب يرسم هذا فبتلاحظ هنا البداية قمة وهنا قمة وقاع يقابل قاع وقمة تقابل قمة وقاع يقابل قاع. إذن تداخل بناء وبترسم هذا الرسم. هذا بيعطيك في الامتحان وانت بدك ترسم هذا عندك قمة بيقابلها قاع إذن هدام قاع يقابل قمة هدام قمة يقابل قاع هدام وهكذا أو بهذا الشكل. الموجة الأولى الموجة الثانية الموجة المحصلة موجة أولى موجة ثانية الموجة المحصلة. لاحظ قمة مع قمة قاع مع قاع هنا قمة هنا قاع. أتمنى أكون وصلت لكم الفكرة.